السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى كده هنعمل اكله سريعه كده، علشان يعني الواحد كل يوم يقعد يدور كده ويلف وهيعمل ايه وهياكل ايه وزهقنا من الاكل. ولو سالتي اي حد من الموجودين في البيت هتاكلوا ايه يقولك اي حاجه. ايه هي بقى اي حاجه؟ مش عارفين، بس هي اي حاجه وخلاص. احنا هنعمل مع بعض النهارده كبده برز اصفر، ممكن تعملي جنبها رز بسمتي لو انت حابه. انا دخلت كده في المقادير على طول معاكم علشان ما اطولش عليكم. معايا هنا شويه كده من الزيت، انا هعمل الرز الاول معاكم وبعد كده هنعمل مع بعض الكبده. هنزل عليهم كده بشويه من الكركم، بسم الله، ونقلب الكركم بقى شويه كده في الزيت بتاعنا. طبعا الزيت بتاعنا سخن. بعد كده هنزل عليه بالرز. معايا هنا نص كيلو من الرز غطاه كويس. بسم الله، نديله تقليبه كده، نقلبه يعني شويه حلوين كده عشان يبقى مفلفل معانا. حابب بقى يحط فيه قرفه، عود قرفه، يحط فيه ليمون اللي هو المجفف دوت، اي حاجه حبيت تحطوها براحتكم، بس انا هستكفي يعني بالرز والكركم وبس. حط شويه ملح بقى، ممكن بتحط شويه ملح وتدوقي بقى الملح بعد كده، يعني شوفي الميه بتاعه الرز بتاعتك ملحها مظبوط ولا محتاجه ملح، او لو انت عارفه بقى كميه الملح بتاعتك اللي انت بتحطيها على الرز قد ايه فبتحطيها على طول من غير ما تدوق. ما شايفين كده الرز كله اتغلف بالكركم، مبقاش فيه ولا رزايه بيضة. بعد كده بقى ننزل بالميه. بسم الله، بس كده انا بحط ميه زي ما انتم متعودين معايا انها تغطي الرز، مش بعير الميه، مجرد بس ما الميه كده تغطي الرز بتاعي زي ما انتم شايفين. وشكرا، هسيبه بقى لحد ما يغلي ويتشرب، بعد كده اوطي عليه يستوي براحته. دلوقتي بقى معايا طاسه فيها زيت سخن جدا جدا، لازم ان الزيت يكون سخن معانا علشان الكبده ما تنزلش ميه. نسمي بالله، بسم الله، الزيت بتاعنا سخن ازاي، لازم يكون سخن كده علشان الكبده ما تنزلش ميه منه. انا مستخدمه هنا كبده فراخ، ممكن تستخدمي كبد وقوانص، اي نوع كبده انت بتحبيه، وحاطه طبعا عليها ليمون وحاطه عليها خل علشان ريحه الزفاره، واسيبها كده حوالي دقيقتين ثلاثه كده، وبعد كده هنزل عليها بالبصل. دلوقتي بقى هنزل بالبصل، تقدروا تحطوا بصل يعني زي ما انت حابين. في ناس بتحط على مثلا على نص الكبده، لو مستخدمه كبد وقوانص بتحط عليها نص كيلو بصل، ولو كيلو بيبقى كيلو بصل، يعني نفس مقدار الكبده هو نفس مقدار البصل، ده زي ما انتوا حابين. انا مش مقطعه البصل صغير قوي ولا كبير قوي، يعني وسط كده. هحط عليها بقى التوابل بتاعتها، احط عليها شويه كمون، شويه كزبره، وشويه ملح، وفلفل اسمر، وشويه شطه. اللي حابب بقى يزود اي حاجه من عنده براحته. دلوقتي هنزل بالتوابل كده، بسم الله، نديها بقى تقليبه كده.
واسيبها بقى حوالي 5 دقايق كده مع نفسها، موطيه طبعا النار عليها لحد ما تستوي، وبعد كده نقدمها مع بعض. خلاص كده الكبده بتاعتنا خلصت، والرز زي ما انتم شايفين كده شكلهم، شايفين الجمال، والكبده مستويه، والبصله بتاعتنا طبعا يعني دبلت، انا بحبها بتكون دبلت خالص كده وكرملت شويه، بحبها في الكبده كده الصراحه. اللي حابب بقى يسيبها بتقرمش شويه او كده براحته، بس هي جميله اهي زي ما انتم شايفين كده شكلها يفتح النفس. وعملت جنبيها شويه طحينه، طحينه حاطه عليهم شويه ملح وشويه شطه وكده. اللي حابب يعمل جنبها سلطه ماشي، شويه مخلل، طحينه، اللي تحبوه. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. لو انت اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتدوسوا على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا بقدمه. سلام عليكم.